رجعت لكم مرة تانية بعد ما شفت استعراضات إيديك لقدر كاريكا. طبعا بشكر الشاعر الجميل أحمد الحروني، شكرا لمحمد جمال، مصطفى الشريف على العمل الجميل. رجعت لمحمد خليفة أجمل ساحر وأحلى ألعاب ماجيك. محمد هتورينا إيه النهاردة؟ سعيدة بيك في أسرار النجوم. ربنا يخليك يا أستاذ، ربنا يخليك، ده شرف لينا بقى مع حضرتك. معلش النهاردة وقت مضغوط شوية لكن هنكمل يعني حلقاتك موجودة معانا إن شاء الله. مش مشكلة. قول محمد سمعنا إيه وهتشوف يعني هتشوف منك إيه النهاردة. أنا مجهز حاجات كتير، بس أنا لفت انتباهي الفترة اللي فاتت ان الناس كلها لما بتطلع الماجيشنز بيطلعوا في البرامج بيلعبوا بتولز وبادوات للكبار بس، متجاهلين كم كبير من الناس اللي هم الاطفال والصغارين في السن اللي بيقعدوا يعتبوا عليا. لما تطلع العب لعب نفهمها شويه. فالنهارده جايبين لعب كبار ولعب لو حد طفل بيتفرج عليها في البيت ولا بتاع هيستمتع بيها جدا. يلا بينا. دي اشهر لعبه مبدئيا نبدا بيها في مجال الاطفال. دول حلقان هوريهم لحضرتك واحده واحده دلوقتي. دي الاولانيه. تمام اهي حديد ما فيهاش حاجه. ودي الثانيه حديد برضو ما فيهاش حاجه سليمه اهي. تمام اوكي. ومعايا هنا اتنين هم اصلا اوريدي جوه بعض. يس تمام كده. انا معايا اتنين هنا جوه ومعايا هنا اتنين بره. حضرتك امسكي دول كده حاولي تطلعيهم. نو مش هينفع. لا مش هينفع. اللي معايا انا لو مسكتهم وقربتهم منك كده يخش جوه. طب ازاي؟ ماجيك سحر. طب حضرتك امسكيها زي كده اهو وخلي ايدك من فوق ومشي ايدك بالحركه دي زي انا كده بالظبط. بصي وانا بحركها بصي تطلع. طب ما عندي ايه ده زي ما انا ما اعرفش. طب ازاي؟ طب استني نعمل الحركه دي تاني فيخش جوه بعض. هاتي انا دي حضرتك اوكي وتفضلي انت دي اوكي. العب اللي كانت معاكي امسكيها زي كده والمسكه الفكره ان هي تبقى من فوق من هنا وهز ايدك كده اهو اوكي بتطلع. نو صعبه جدا. صعبه جدا صح. هو ده خفه اليد. انت بتعمل حاجه بتبقى صعبه جدا على اللي قدامك بس بالنسبه لي مع التمرين شيء جميل تبقى سهله. ده اكيد. طب اعملها تاني لجوه. احنا كمان لو حاولنا نمسك دي جنب دي ومشيتهم كده قلت واحد اثنين ثلاثه كلهم بيخشوا مع بعض. حاول تخرجهم ما بيخرجوش. صحيح. هي دي حاجه من حاجات الاطفال اللي هم بيحبوها جدا جدا بصراحه والكبار بيستمتعوا بيها بس هم كانوا بيبقوا زعلانين الفتره اللي فاتت ان انا ما بقدم لهمش حاجه. طب ايه الجديد؟ الجديد محمد في كتير وري. الاول خلينا نبدا مع حضرتك مثلا بحاجه زي دي. دي علبه فيها زهره لونها اسود. العلبه فيها حاجه تاني؟ لا فاضيه صح؟ هي الزهره بس. دلوقتي انا هلعب لعبه مع حضرتك واحنا معانا زهر واحد. انا هلعب بيه مره وبعد كده اروح مدي لحضرتك تلعبي بيه مره. تمام. لكن لو عايز العب بالزهر انا وانت في نفس الوقت المفروض يبقى معانا اكتر من زهر. صحيح. صح؟ بس انا معايا واحد فالحل ان انا امسكه واقول واحد اثنين ثلاثه. يتحول يبقى زهري كده. جميل. بس عايزينك افتحي ايديكي اتاكدي منهم ان هم سلام ما فهمش حاجه. اثنين انا ما فهمش حاجه. حقيقيين. اه؟ ازاي بقى كلنهم اسود؟ طب ازاي كلنهم اسود؟ ساحر. طب ترجعهم تاني تعرف؟ ينفع دي يرجعوا تاني بس عشان الوقت. طب اوكي. دي اطول ان هم يرجعوا. الكوتشينه الحاجات الجميله. الكوتشينه طبعا من اشهر الادوات. انا دلوقتي معايا كوتشينه. حضرتك اتفضلي شوفيها. افتحيها كده اتاكدي منها. اوكي كوتشينه. كوتشينه عاديه؟ تمام. حضرتك تعرفي تلخبطيها فنطيها كده على قد ما تقدري. اوكي. تمام. برافو. تمام كده مين اللي مفنط الكوتشينه؟ انا. حضرتك صح؟ طيب قبل ما اعمل اي حاجه هي اهي وهي للساده المشاهدين ما فيهاش حاجه مترتبه. تمام؟ حضرتك هتسحبي كارت هتعرفيه لوحدك من غير ما توريهوني وانا هدير ظهري لو عايزه توريه للكاميرا او لو مش عايزه براحتك. تمام. ومش هبص كده عشان كده المونيتور هبص الناحيه دي اهو في الفاضي. تمام؟ انا هعمل كده اختار. حضرتك اسحبي كارت شدي ما تقوليليش عليه. انا هلف ظهري اهو وريه للكاميرا او مش عايزه توريه حضرتك براحتك. تمام؟ خلاص؟ وريته الكاميرا اوكي. تمام. انا دلوقتي ما اعرفش الكارت اللي مع حضرتك ايه صح؟ مظبوط. قوليه في دماغك كذا مره، رددي في دماغي، لان حضرتك هتردديه بس واحده فعلا حضرتك اثنين. طب عرفت ازاي؟ صح؟ مظبوط. وريني كده. حقيقي اثنين كاروب. برافو عليك. لا وهقول لحضرتك. طب ازاي؟ انا عايز اعرف ازاي عرفت؟ لا انا ده سر. طب عرفت ازاي؟ الناس عايز تعرف المشاهدين اللي حوالينا يعني انت تميزت عليهم طريقه سهله. أوكي. طريقه سهله يختاروا بيها الكارت ويخلي اللي يعرفهم اللي قدام. طب الحركه اللي بعدها اللي بعدها
طيب نكمل بالاثنين الاول. اوكي الاثنين اهي لو مسكتها وركنتها على الترابيزه يخسر الوقت بيجري بسرعه واحنا عايزين نستمتع بمحمد وبالفرقه الشعبيه. وحطيت ايدي عليها كده مش الاثنين تحت ايدي؟ ايوه ينفع اشيل ايدي تختفي؟ مفيش حاجه. طب نشوف ايه؟ نشوف حاجه تاني. محمد على فكره محمد خليفه من فعلا من المتميزين في الماجيك وفي الالعاب السحريه، وانا النهارده سعيده لاول مره ان هو بيكون معايا في البرنامج، وان شاء الله معانا في حفلات اخرى وفي الاعياد ان شاء الله محمد موجود معانا. انا مجهز واحده هنستمتع كتير باعماله الجديده يعني باذن الله. انا مجهز حاجه دلوقتي في اي بي، نشيل بقى كل ده ونلعب باللعبه اللي انا جايبها لحضرتك. بص حضرتك ايه اللي قدام حضرتك ده؟ كوتشينه. كوتشينه صح؟ افتحيها من هنا. اوكي الكوتشينه في حضرتك صح؟ اي وقلم ماركر اهو. اختاري اي كارت يعجبك ووريه لي للكاميرا، وبعد كده امضي عليه سيجناتشر بتاع حضرتك، وبعد كده وريها للكاميرا برضه. وثانيه عشان يبقى الموضوع فير خالص، ثانيه لا لا هنصعبها هنصعبها اهو. وهي على ظهرها. اختاري اي كارت. اوكي تمام؟ اخترت. اتفضلي اعملي عليه مارك عشان نبقى عارفين. امضي عليه؟ اه. وعشان يبقى ذكرى كمان معايا. خلاص. كده حضرتك الكارت بتاعك هو الوحيد اللي في العالم اللي عليه الامضه بتاعتك. صح؟ لا مش مشكله انا هشوفه عادي. طيب تمام. انا هشوفه عادي. كام؟ رقم اربعه. اربعه. باين للكاميرا. تمام؟ بالسيجنتشر بتاعت استاذه اسرار اهو. هعمل ايه؟ انا لو مسكت الكارت بتاعك وعملت كده اهو، دخلناه في نص الكوتشينه. كده هو بقى فين؟ جوه الكوتشينه. جواها. اي محاوله ان انا افنط الكوتشينه مكانه هيتغير، لكن أكيد. لو ما فنطتش هيفضل في النص. صحيح. صح. طب دلوقتي انا كان عندي العلبه دي الاول ولا حضرتك اخترت الكارت ومضيت عليه الاول؟ كان عندي العلبه وكانت مركونه. مظبوط. بعد كده حضرتك اخترت الكارت واخترت كل حاجه. الكارت بتاع حضرتك انا خدته من ايدك عملت بيه ايه؟ دخلته جوه الكوتشينه. صح؟ مظبوط. ما ينفع يطلع من جوه العلبه؟ لا طبعا. طب ايه احتماليات ان هو يطلع من جوه العلبه؟ انت بتهزر. نادره. صعبه. مستحيله. مستحيله طبعا. صح؟ انا هركن الكوتشينه كلها قدام حضرتك اهي وهجيب العلبه افتحها هتلاقي جواها كارت واحد بس. افتحي ايدك او شوفيه حضرتك كده شوفي. عارفه حضرتك ده معناه ايه؟ والله العظيم شيء غريب، يعني انا حطيت الكارت ومضيت عليه ولقيته هنا. معناه ايه؟ بامضتي. اه ومفيش اهو زيه تاني بامضتك اهو. حقيقي. الاربعه التانيه دي عاديه اهي. ودي باقي الكوتشينه كلها. بجد محمد ودي اربعه كمان معانا ودي الوحيده اللي اختارتها. الله عليك. مش عارفه اقول لك ايه يعني بجد. يا جماعه محمد من الناس المبدعين، محمد خليفه يعني ماجيك وساحر، انا مش عارفه اقول لكم ايه يعني. عنده الجديد والجديد ان شاء الله هنشوفه. معانا سكتش سريع محمد نشوفه عشان نختم حلقتنا النهارده، الوقت ضيق قوي. تمام بس عايز استاذن حضرتك في دقيقه اشكر يعني. بس يعني دقيقه بالظبط الناس معانين. اشكر النهارده اخواتي اللي جم معايا احمد طلبه وعمار، بشكر والدتي في البيت وجدتي وكده، وكل اصحابي اللي بيقعدوا يتفرجوا عليا وفي القهوه اللي انا بقعد عليها اللي هو عامل لي من ال 25% اللي انا بقعد عنده حسن، عشان كل دول واقفين معايا وبيساعدوني دايما وبيدعموني. بشكرك محمد جدا وحضرتك ان انت استضفتيني واستديتيني الشرف ده. لا انا جدا احنا ما خدناش وقت يعني كافي سامحني، هنكمل اكيد الحلقات الجايه ان شاء الله. طبعًا. بشكر محمد خليفه طبعا وكل الكرو اللي انت شغال معاه واصحابك، وطبعا هنطلع اشوف سكتش هيعجبكم جدا من فرقه الفنون الاستعراضيه مع ادري كاليكا، هتشوفوا حاجه ما حصلتش جدا. الشباب بتوع الفرقه طبعا وهم اصلا لبرنامج اطار النجوم، ونطلع نشوف سوا يعني اطلع انا وتشوف اشوف اسيبكم مع السكتش الجميل والشباب اللي انا بجد بعتز بيهم الجديد، وانا اشكركم واستمتعوا معانا مع السكتش، وبحييكم اسرار الجمال واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. تحياتي اسرار ونجوم، اسيبكم مع الشباب. اوكي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
كريمه.